بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكر النحل ينشئ من البيض الغير مخصب، وتركيبه الوراثي 16 كروموزوم، وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة التوليد البكري. وذكر النحل يكون أضخم من النحلة وأقصر من الملكة، ويوجد شعر كتيف في مؤخرة بطنه، وليس له آلة لسع للدفاع عن نفسه، كما أنه لا يفرز الشمع والغذاء الملكي، وخرطومه قصير لا يستطيع أن يجمع بواسطته الرحيق، ولا يجمع حبوب اللقاح لأن أرجله الخلفية ليس بها سلة حبوب اللقاح، ووظيفته داخل الخلية هي تلقيح الملكات الحديثة فقط، وجهازه التناسلي يشغل جزءا كبير من البطن، فعندما يقوم بتلقيح الملكة تنفصل آلة السفاد عن بطنه، فيتخلص منه النحل عندما يرجع إلى الخلية. مثل النحلة عند لسعها تترك إبرة اللسع مما يؤدي بها إلى الموت. فأثبت الباحثون أن الذكر لا يستطيع التلقيح إلا أثناء الطيران، حيث يعتقدون أن آلة السفاد الخاصة بالذكور لا يمكن أن تنطلق إلا أثناء الطيران، حيث تمتلئ الأكياس الهوائية وتضغط على آلة السفاد فتساعد انفصال آلة السفاد عن بطنه، وتبقى في مهبل الملكة. ويعيش الذكر من 2 إلى 3 أشهر، ويتخلص منه النحل بعد عملية الإخصاب ونقص الغذاء في الخلية وانتهاء موسم التطريد. فمدة مرحلة الذكر من البيضة إلى النمو هي 24 يوما، وعند بلوغه 38 يوم يصبح جاهز للتلقيح. فعندما يريد النحل التخلص منه يقطع عنه الغذاء، مع العلم أن النحل هو من يقوم بإطعامه، لأن خرطومه قصير ولا يستطيع الأكل لوحده، ويلجأ النحل لإبعاده من الخلية وعضه من أجنحته وأرجله وإخراجه من الخلية. وعندما يريد الدخول للخلية لا يتركه النحل يدخل، فيبقى خارج الخلية حتى يموت. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.